فكرة مراد ظبط خلاص مع سيرين، انا هبدأ شغل من بكرة ان شاء الله. انا مش مرتاحه للشغلانه دي يا زيزي بصراحه. يعني عندك اقتراحات تانية لواحدة في سني عمرها ما اشتغلت قبل كده؟ هو المرتب كام؟ 5000 جنيه في الشهر و5% كوميشن على أي ديل أنا أقفله. مش بطل؟ هي الست دي كويسة لطيفة يعني. بس هي كانت لطيفة قوي مع مراد طبعا، معايا انا يعني كانت عادي، يعني هتعمل ايه يعني. بس من الواضح يعني ان هم اصحاب وعرفوا بعض من زمان وقريبين قوي. زيزي بصراحة أنا ما بقتش مرتاحة لمراد الفترة دي ولا أي حاجة بتيجي من ناحيته. ايه؟ اشمعنى؟ اشمعنى؟ يعني سمعت إن هو سمعته وحشة وبتاع ستات. ده فجأة كده؟ هو مش مراد ده كان سوبرمان من أسبوع؟ يعني عندي فضول أفهم أنت بتقولي كده ليه؟ وسمعتي إيه وإزاي؟ شفت له كده كام صورة شكلها غريب قوي على الفيسبوك وقلت أسأل عليه تاني في الجروب، ف محدش يعني قال حاجة مباشرة، بس اللي فهمته من كلامهم إنه عنده حوارات وقصص، في حاجة مش مظبوطة، وأنا بصراحة خايفة عليكي قوي يا زيزي. خايفة عليا أنا؟ بس أنا أخوف بلد يعني. سيبك بس، أنتي ستات والجروبات والكلام ده كله، كله كلام فاضي يعني، كلام هبل. أنا خايفة على سمعتك، أنتي دلوقتي وضعك غير الأول، بقيتي ست متطلقة يا زيزي. وأنتي بقى بالنسبة لسمعتك كواحدة ست متجوزة، إيه أخبارها؟ ولا أنتي فاكرة إن أنا مش واخدة بالي إن أنتي مركزة مع مراد الفترة دي أوي أوي أوي؟ إيه اللي أنتي بتقوليه ده؟ هو مراد ده أنا شفته ولا أعرفه غير على إيدك؟ هي مين اللي كل يوم والتاني عند مراد عشان تحللك مشاكلك؟ ده انتي وديتيني محاكم واقسام ونيابات، ده انا هاريه نفسي علشانك يا زيزي. هاريه نفسك علشان انا؟ هو انتي مصدقه اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي فاكره ان انا مش واخده بالي ان من ساعه ما مشاكلك مع معتز بقت قد كده ان انتي يعني مهتمه بمراد جدا؟ ولا فاكره ان انا مختومه على قفايا ولا ايه؟ انتي بتكدبي عليا؟ ده انتي اتجننتي رسمي بقى. انا مجنونه دلوقتي؟ مجنونه عشان بقول الحقيقه؟ اه مجنونه. ولا نسيتي اللي عملتيه في جوزك؟ ما هو في الاخر عمل ايه من جنانك ده؟ طلعك ورماك وجاي دلوقتي تطلعي جنانك ده عليا انا؟ بقولك يا ستي انا مش عايزه مجانين في بيتي، اتفضلي اطلعي بره.